سيدات، كرة الطائرة سيدات فازوا على هليوبلس بنتيجة 3-0. المباراة كانت سهلة برضو. كابتن حمدي الصافي ضفنا الحلقة اللي فاتت وقال لنا كل الكواليس. الحقيقة فازوا بمباراة سهلة الحمد لله، وزي ما قلنا وعدنا برضو، فخلاص الفريق اللي انتم شايفينه قدامكم ده حسم بطولة الدوري خلاص. فاضل لنا ان شاء الله ماتش واحد باذن الله، هيكون ضد الزمالك يوم 11 سبتمبر، وهيكون في تسليم الدرع العام، هيستلموا البنات ان شاء الله في هذه المباراه، عشان دي اخر مباراه. برغم ان احنا حسمنا، ولكن زي ما انتم حضراتكم عارفين ما بتستلمش الدرع الا في اخر مباراه في المنافسات. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي والبنات ان شاء الله، ويادوا اداء كويس في المباراه المتبقيه ان شاء الله. طيب الاهلي ناشئات او انسات تحت 19 سنه احتلوا المركز الثاني بعد ما خسروا من نادي الصيد 3-2. مباراه كانت عنيفه جدا، مباراه كانت قويه جدا الحقيقه، كل اللي تابع المباراه استمتع بيها جدا. طبعا بنقول لنادي الصيد طبعا مبروك، وبنقول طبعا لبناتنا مبروك على المركز الثاني ايضا. الحقيقه كانت مباراه قويه ممتعه. طبعا الفريق بقياده كابتن احمد عبد الفتاح، وزي ما وعدناكم برضو بنكون في كل الاماكن وفي كل المنافسات المهمه. كاميرا الابطال كانت هناك، وصورت تقرير مع المدير الفني واللاعبات. نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. مباراه تقيله وبطوله ليها ظروف خاصه، ظروف ان احنا وقفنا ورجعنا وقفنا ورجعنا. ومشكله تانية ان البنات عندي كذا بنت بتلعب درجه اولى وبتلعب 16 وبتلعب 18، فحمل عليهم، وفي اصابه حصلت في اول الشوط فرقت معايا جدا جدا، والحمد لله هارد لك. والاهلي متعودين على البطوله على طول، متعودين مركز اول، متعودين كاس وميداليه مركز اول. بالنسبه لنا لما ناخد مركز تاني ده صعب، بس قدر الله ما شاء فعل. نبص لبعدين، نبص ان احنا نجتهد، نبص ان احنا نعمل ايه تاني صح عشان نفضل نبني كيان النادي الاهلي. النادي الاهلي اسمه لكيان، لازم كل مدرب وكل لعيب يحافظ عليه بان هو يكسب ويتوج بالكاس ويتوج بالبطولة. احنا قعدنا فتره 3 شهور، بدينا فتره قليله اعداد للفرقه، هنكمل عليها، هنكمل عشان الماتشات ان شاء الله هنبدا ماتشات على طول بعد شهر، وماتشات برضو هنبدا ماتشات تقيله وماتشات القاهره وماتشات جمهوريه، فلازم نركز فيها.